مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من تلفزيون لبنان. أهلا بكم. حدثان بارزان اليوم، الأول هدوء الزعيم وليد جنبلاط في مهرجان المختارة على عكس الشائعات التي راجت عن توقع مواقف ساخنة، إذ أن المهرجان تميز بثلاث نقاط: الأولى الحشد الجماهيري الكبير، الثانية مشاركة جامعة للقيادات الوطنية، الثالثة تسليم جنبلاط لنجله تيمور زعامة العمل السياسي في الجبل، ويبقى هدوء جنبلاط مركزاً على الحوار اللبناني وفلسطين المقاومة. الحدث الثاني كان في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، وفيه محاولة البعض دفع الوطن إلى ما يشبه التفلت الأمني عن طريق إحداث فوضى، وهذا ما برز في ظهور الأشخاص المقنعين بين الفقراء الذين تعرضوا أيضاً للابتزاز السياسي تحت ذريعة منع فرض الضرائب. ولقد حاول الرئيس سعد الحريري مناقشة هؤلاء الفقراء في مطالبهم، غير أن المندسين هجموه بإلقاء عبوات المياه والعصي محدثين الشغب، ما اضطر الجيش والقوى الأمنية إلى وضع حد لذلك. وفي المحافل السياسية تداول في منع انزلاق الوطن إلى ما بدأ به بعض الدول العربية في مطالب شعبية محقة استغلت لإحداث الحروب الطاحنة التي لن ينجو منها أحد، وتركز المحافل على أهمية الفصل بين مطالب الناس ومؤامرات المتضررين، وتلفت إلى أن الضرائب لن تشمل الفقراء بل إنها ضرائب يتحملها الميسورون، وهذا ما أشار إليه الرئيس الحريري والسيد حسن نصر الله والزعيم وليد جنبلاط وغيرهم من القيادات. وتقول أوساط الرئيس الحريري إنه حريص على عدم إرهاق الشعب بالضرائب، لبل إنه متمسك بالتخطيط لرفع الشأن المعيشي للناس، وأن الموازنة تسير في هذا الاتجاه، فيما سلسلة الرتب والرواتب موضوع دراسة دقيقة في المجلس النيابي لجهة الإيرادات. بداية مما حصل في رياض الصلح، التفاصيل مع نبيل الرفاعي. ما حصل في رياض الصلح بدأ بتحرك عفوي لمجموعات شعبية من الفقراء، واستغل من قبل قوى سياسية معادية للحكومة التي تضم معظم الأفرقاء، وثمة ما يشير إلى مخاطر تهدد البلد في حال حصل أي تفلت أمني يدفع إليه المندسون. وما يعتبر غير مقبول هو أعمال الشغب التي حصلت، والتي واجهت مبادرة من رئيس الحكومة بالنزول إلى الساحة لمناقشة أصحاب المطالب والتأكيد لهم أن لا ضرائب على الفقراء، وأن كل ما يتم من تداول في الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب ينبع من الحرص على التوازن المالي المفيد للبلد وغير المرهق للناس. غير أن المندسين عمدوا إلى إلقاء عبوات المياه والعصي في محاولة لقطع التواصل بين رئيس الوزراء والقاعدة الشعبية. ولقد انسحب المتظاهرون التابعون لبعض القوى السياسية من خارج الحكومة بعدما تسببوا بهيجان المتظاهرين، ورفعت شعارات بعضها مقبول من ناحية الشكوى لكن بعضها الآخر مرفوض من حيث الشكل وتسييس المطالب. التظاهر سلمية وهي حق، لكن الشغب مرفوض، وهذا ما دفع الجيش والقوى الأمنية إلى التدخل واستيعاب الوضع. الرئيس الحريري شكر الجيش والقوى الأمنية ووعد الناس أنه سيستمر في محاولته وقف الفساد والهدر، ودعا منظمي التظاهرة إلى تشكيل لجنة ترفع مطالبهم لمناقشتها بروح إيجابية. نحن بدنا نكمل هذا المشوار، وهذا المشوار معاً حيكون طويل، ومحاولة وقف الهدر والفساد حنتابعه إن شاء الله. وقد لوحظ أن المطالب انطلقت من رفض الضرائب لكنها تشعبت من كل واد عصى. نحن جنسية حق لي ولأسرتي، جايين اليوم لنقول أنه ما بقى بدنا وعود، ما بقى بدنا تصاريح من السياسيين بس أمام الإعلام وعلى الشاشات وعلى التلفزيونات، صار بدنا تنفيذ. أنا ما بعرف، ما معي مصاري أنا أدفع إيجار، وقاعد مش عم بشتغل، وما عندي أولاد، أنا ما عندي أولاد ليعفوني أنه يدفع إيجار. كفل التمديد وكفل الضرائب وما لازم يقروا قانون الأجرات، لأنه رح يهجر مئات الألوف من اللبنانيين اللي عمره 75 واللي عمره 80، وبغض النظر عن المدخول. بدهم ضرائب، يزيدوا ضرائب على العالم، يأمنوا ولا مثل ما البلدين كلها عندها ضرائب بس مأمن لها كل حقوقها. بتصور سلسلة من جيبة الفساد بتتمول،
من وقف الفساد بتمول مش من غيبة الناس المعدرين. نحن شعب شريف وشعب نبيل وشعب قادرين نحقق كتير تغييرات وشعب طموح. نحن دحرنا العدو الإسرائيلي ونحن فللنا السوري من لبنان، فلقمة عيشنا نحن منقدر نجيبها بكرامة. في ضوء ما حصل في رياض الصلح، فإن المطلوب الفصل بين حق الناس والاستغلال السياسي. إذن في المختارة إحياء الذكرى 40 لاغتيال كمال جنبلاط وسط حشد جماهيري ومشاركة سياسية. أرادها رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط مختلفة بالشكل والمضمون الذكرى 40 لاغتيال المعلم كمال جنبلاط. أراد أمام هذه الحشود الجماهيرية أن يوجز مسيرة حياته السياسية بما حفلت من تحديات وعواصف وتسويات، كما أراد لهذه الحشود أن تشهد على إلباسه كوفية هذه الدار لنجله تيمور، بحيث ناداه ليشق طريقه وسط الحشود ويرتدي الكوفية، وإلى جانبه شخصية سياسية على رأسهم رئيس الحكومة سعد الحريري. وبعد 40 عاما أوصيكم بأنه مهما كبرت التضحيات من أجل السلم والحوار والمصالحة، تبقى هذه التضحيات رخيصة أمام مغامرة العنف والدم أو الحرب. لذا يا تيمور، سر رفع الرأس. لذا يا تيمور، سر رفع الرأس واحمل تراث جدك الكبير كمال جنبلاط، واشهر عاليا كوفية فلسطين العربية المحتلة، كوفية لبنان التقدمية، كوفية الأحرار والثوار، كوفية المقاومين لإسرائيل أيا كانوا، كوفية المصالحة والحوار، كوفية التواضع والكرم، كوفية دار المختارة. وحد أصلان بيمينك وعانق داليا بشمالك، وعند قدوم الساعة ادفنوا أمواتكم وانهضوا. في الكلمة غاب قانون الانتخاب وحضرت وصايا الحفاظ على مصالحة الجبل مع البطريرك مار نصر الله بطرس صفير ووصايا الحوار. فكان قدري أن أحمل على كتفي عباءة ملطخة بالدم، دم المعلم كمال جنبلاط ورفيقيه حافظ وفوزي، ودم الأبرياء الذين سقطوا غدرا في ذلك النهار الأسود المشؤوم. العديد من الشخصيات السياسية الروحية والدبلوماسية شاركت في المناسبة، بحيث مثل النائب علي بزي الرئيس نبيه بري والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله، الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والنائب جورج عدوان حزب القوات اللبنانية، فضلا عن وفد من التيار الوطني الحر وكتل سياسية أخرى ووفد فلسطيني. وقد شقت الوفود طريقها وسط الحشود ووضعوا الزهرة على ضريح كمال جنبلاط ورفيقيه، واختتمت المناسبة بأغنية موطني. موطني موطني، الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك.
أهلا بكم. البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي سأل في عظة الأحد كيف يمكن أقرار السلسلة وهي واجبة بفرض ضرائب على المواطنين المرهقين بدلا من إعادة المال العام المهدور إلى خزينة الدولة. نطالب الجماعة السياسية والمسؤولين عن الشأن العام إخراج الدولة والإدارة العامة من حالة الاستتباع الحزبي والسياسي والطائفي والمذهبي والولاء للزعيم بدلا من الولاء للدولة ولمصلحة المواطنين. لقد شهدنا هذه الأيام ويا للأسف تعثر الحكومة والمجلس النيابي في إقرار الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب، ورأينا كلنا أن الفساد الطاغي والعبث بالمال العام سرقة وهدرا وإنفاقا تسببا بهذا التعثر. كيف يمكن إقرار الموازنة من دون إصلاحات إدارية ومالية تضبط واردات الخزينة والجباية ومرافق الدولة بهدف خفض العجز واحتوائه وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة؟ وكيف يمكن إقرار سلسلة الرتب والرواتب وهي واجبة بفرض ضرائب على المواطنين المرهقين من أجل تأمين المال لتغطية موظفي القطاع العام بدلاً من إعادة المال العام المهدور إلى خزينة الدولة ومن دون أي مساعدة مالية للأهل كي يتمكنوا من واجب تعليم أولادهم في المدارس الخاصة التي اختاروها وهذا من حقهم، إذ تصبح زيادة الأقساط واجبة ومرهقة لهم. لمناسبة عيد القديس يوسف ترأس رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر قداساً على نية لبنان والعيش الواحد في كنيسة مار يوسف حارة حريك، مشدداً على الوحدة الوطنية في ظل الأزمات التي تجتازها المنطقة، داعياً إلى التوافق على الملفات وإلاء قضايا الناس الاهتمام اللازم. هذا ما نسأله اليوم بشفاعة القديس يوسف شفيع حارة حريك، هذه المدينة العزيزة التي تمثل كما قال كاهن الرعية لبنان بحقيقته بواقع عيشه الكريم بين المسلمين والمسيحيين، الذي يمثل مفتاح الحل لكل الشرق الأوسط، حيث توجد طوائف ومذاهب متعددة لا حل للعلاقات بينها سوى حل المحبة والقبول بالآخر، وأن نقبل كلنا أن نكون أبناء الله، وأن يكون هناك هواء لكل الصدور وماء لكل الناس. عند ذاك ننقل الشرق إلى حقيقة جديدة، لبنان بروحه الطيبة بوحدة أبنائه يكون مثالاً صالحاً لجميع أهل الشرق. هذا ما قاله فخامة الرئيس لقداسة البابا في روما الأسبوع الماضي، قال له: يا سيدنا، لبنان يبقى وطن الرسالة كما قال سلفك الصالح يوحنا بولس الثاني. النموذج بالعيش المشترك للشرق كما للغرب، ونتمنى أن يكون لبنان معدياً للآخرين بمثله الصالح هذا. زيارة رئيس الجمهورية للفاتيكان تكرس عمق الارتباط التاريخي بين لبنان والكرسي الرسولي الحاضن لمسيحي الشرق، وفق تأكيد رئيس الرابطة المارونية أنطوان كليموس. توني منصور. جاءت زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون للفاتيكان في ظل الواقع المتدهور للمسيحيين في الشرق الأوسط ولا سيما في سوريا والعراق ومصر، لتكرس المكانة الخاصة للبنان لدى حاضرة الفاتيكان
ولتؤكد دوره النموذجي في التعايش بين جميع أطيافه. إذا بدك تقول لبنان فاتيكان الشرق، يعني ما بتكون عم بتضخم القصة، لأنه بكركة يلي هي تقريبا بقولوا إذا انهزت بكركة بينهز آخر قبطة بصعيد مصر. لبنان موقعه مهم بالنسبة للفاتيكان، إذا لا سمح الله تقلص الدور أو الوجود المسيحي بالشرق وتحديدا في لبنان، لأنه المسيحي وجوده بدون دوره بلا طعمة، دوره متلازم مع وجوده. ساعتها يعني ما بعرف، ما بعد ينفع الندم بالنسبة للفاتيكان وللمسيحيين في العالم. مشان هيك هالزيارة ويلي عم بيقوم فيها الرئيس ميشيل عون، يلي هو شخصية مسيحية قوية جاذبة، في تعاطف كبير والتفاف كبير حولها، وهذا اللي خليه يوصل على هالموقع. هيدا بفكر هالملفات هيدي رح تاخد حيز أساسي من الحوار، أو بالأحرى الكلام مع البابا، وخصوصا وقت البابا بيصرح انه هو بده يجي يزور لبنان. هيدي خبرية كتير حلوة وتشكل تحدي، زيارة لبنان بهالظرف هيدا من الحبر الأعظم تشكل تحدي إيجابي، مش تحدي بالمعنى السلبي. وحول دور المسيحي، اعتبر قليموس أن الدور عاد، وخصوصا ونحن في مرحلة تأسيس الجمهورية. بلبنان صار في عودة نوعية للدور. قبل كان الدور المسيحي عم يضمحل شيء فشيء، يعني مع شوية تصاريح فيه النتائج عنفوين، بس هو ما بطعمه خبز. هلأ لا، في إعادة تكوين لهالدور هيدا، وإعادة أعطاء جرعة معنوية بتخوله أنه يكون فاعل بالمرحلة المقبلة، خصوصا أنه احنا فايتين هلأ بمرحلة تأسيس جمهورية جديدة بلبنان، مش أنه جمعية تأسيسية، لا، بدنا نأسس جمهورية جديدة تكون جمهورية المستقبل لأبنائنا. هلأ قد ننجح قد نفشل، بس هيدا هو التارجت يلي مفروض العهد يكون حاطه نصب عيونه. الطبيب الإيطالي الذي طبق علاج السرطان بالتبريد عاد إلى لبنان وأجرى عمليات تكللت بالنجاح في مستشفى رياق. يواصل رئيس الجمعية العالمية لجراحة الأورام السرطانية بالتبريد الدكتور فرانكو ليتياني الإيطالي الجنسية والفريق المساعد من الأطباء العمليات الجراحية في مستشفى رياق، وقد أجرى ليتياني والفريق الطبي عملية جراحية جديدة لاستئصال ورم سرطاني في البروستات والكبد والرئة لأحد المرضى، وتكللت العملية بالنجاح. عم يقول الدكتور انه هو له الشرف يكون بعد فترة كمان بمستشفى رياق، ونحمل معنا النجاح لثمرة عمل 5 سنين بلبنان بهذا المجال بعلاج السرطان بالتبريد، ونحن عم نطبقه على سرطان البروستات والكلى والكبد والثدي والرئة والعظم، كل أعضاء الصلبة. نحن عنا نتائج بتثبت هاي التقنية، ونحن سابقا تحدثنا فيها قبل الإعلان. هو من وجهة نظره عم يحكي أنه هيدي الزيارة مش الأولى اللي بيجي فيها على لبنان، وهو كتير سعيد أنه نحن عم نقدم للمرضى اللبنانيين وبالمستشفى هاي التقنية لتستفيد منها الشعب اللبناني وما يروح لبرات لبنان. يذكر أنه تم إجراء حوالي 150 عملية في هذا المستشفى، وقد تكللت معظمها بالنجاح. وإلى صفحة من الأخبار المحلية. في صيدا وبرعاية النائبة بهية الحريري وحضور رئيس البلدية محمد السعودي، تم افتتاح صلاة الزهور لمناسبة حلول فصل الربيع. رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب رأى أن موضوع العفو لاسيما في طرابلس تتم متابعته، وشدد على ضرورة وقف الهدر وضبط الإنفاق في الدولة اللبنانية، وهذا أمر ضروري كما قال. نظمت جمعية الحداثة بالتعاون مع مؤسسة أديان وبدعم من السفارة البريطانية في بيروت لقاء في قاعة بلدة برآيل بعنوان الأمن الروحي في مواجهة التطرف، وذلك بهدف تفعيل الحوار وتعزيز التعاون بين الجهات الدينية والأمنية والتربوية والاجتماعية والهيئات المحلية. تجمع عدد من الهيئات الشعبية في عكار في ساحة العبد رفضا لفرض ضرائب وأقرار السلسلة بعيدا عن فرض ضرائب على المواطنين.
ترأس راعي أبرشية بنيس ومرجعيون وتوابعهما لروم الملكيين الكاثوليك الميتروبوليت جورجوس حداد قدسا احتفاليا في كنيسة مار يوسف برج الملوك في مرجعيون لمناسبة عيد شفيعها القديس يوسف. أطول ساندويش شاورما بطول 125 متر نفذت في صور تحت عنوان صور نحو العالمية، وذلك بحضور النائب علي خريس وممثلين عن الجمعيات الاجتماعية والأهلية. ونشرة مستمرة بعد الفاصل.